السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة استثنائية جدا على القناة، ونظرا للظروف اللي بنمر بيها كلنا يا رب تعدي على خير ان شاء الله. هنساعدكم في التعلم عن بعد، وهيكون معانا النهاردة المستشار التعليمي بمدارس السلام أكاديمي الخاصة بمحافظة أسوان، وهيتناول مع حضراتكم مراجعة لطلبة الصف الثالث الثانوي لغات. أتمنى ان شاء الله ان الحلقة تفيدكم، ومستنيين كل التعليقات اللي انتوا هتكتبوها علشان ننزل لكم دايما المراجعات اللي انتوا بتطلبوها. حلقة مفيدة اسمعوها للنهاية. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. من برنامج السلام الخاصة باللغات بنصبح عليكم، معكم محمد حسن محمد، موجه عام رياضيات أسوان سابقا، ومستشار تعليمي لمدرسة السلام الرياضيات. هنعمل مراجعة سريعة ونشر بها الذاكرة على أمثلة متنوعة في التفاضل والتكامل للصف الثالث الثانوي. نبتدي. لو عايزين ساين او 6 اكس اوفر كوزاين او 8 اكس ريسبكت بالنسبه لدي اكس، عايز اعمل انتجريشن. كل اللي بيحصل هنا اننا بنعمل ساين باور 6 اكس اوفر كوزاين باور 6 اكس تايمز 1 اوفر كوزاين باور 2 اكس. لو لاحظنا نلاقي ساين باور 6 اكس اوفر كوزاين باور 6 اكس، دي في الاصل هي تان باور 6 اكس، و1 اوفر كوزاين باور 2 يدينا سك باور 2 اكس. كل ده بالنسبه لدي اكس. بنلاحظ انه الدريفت بتاع التان اكس هو سك باور 2، يبقى اذا على طول الانتجريشن بتاع تان باور 6 اكس هيبقى 1 اوفر 7 تان باور 7 اكس بلس كوزاين. ده التمرين الاول اللي كان عند مجموعه عديده من الطلاب بيقولوا انه في مشكله بالنسبه لهم. يا رب تكون المعلومه وصلت. العمليه خالص بسيطه. تشوف تمرين تاني. التمرين التاني 1 بلس 4 اكس باور 4 تايمز اي باور اكس باور 4 بالنسبه لدي اكس. التمرين بيمثل عند كتير من الناس مشكله، لكن احنا هنحل بطريقه بسيطه. هنوزع المالتبلاي، يبقى اي باور اكس باور 4 ده هنجيبه بالنسبه لدي اكس بلس، هنعمل ده الجزء الثاني 4 اكس باور 4 اي باور اكس باور 4 برضه اسبكت دي اكس. هنسيب ده مش هنلعب فيه دلوقتي، هنخليه برضه اي باور اكس باور 4 بالنسبه لدي اكس بلس. لو لاحظنا ان انا نقدر ده نعمله اكس تايمز 4 اكس باور 3 اي باور اكس باور 4 بالنسبه لدي اكس. هنيجي هنا وهنعمل حاجه كده بسيطه خالص بره زي البرايه كده بالنسبه لنا.
هنعمل هنا الاكس الدريفت بتاعها 1 وهنعمل 4 اكس باور 3 اي باور اكس باور 4 ده الانتجريشن بتاعه عباره عن اي باور اكس باور 4 لانه ده الدريفت بتاع اكس باور 4 4x باور 3 هي الدريفت بتاع x باور 4 وهنعمل هنا تايمز ماينس انتجريشن بده يعني هتبقى الاكزامبل e x باور 4 dx بلس ده عباره عن x e باور x باور 4 ماينس انتجريشن ل e باور x باور 4 بالنسبه ل dx. واضح ان الجزء ده بالنيجاتيف والجزء ده بالبوزيتيف بيتكنسلوا مع بعض. يبقى الاجابه بالنسبه لنا هي x e باور x باور 4. ده هو شكل التمرين بلس سي. ده هو الحل بتاع التمرين ده. يعتبر هو اسهل طريقه للحل. المثال شويه مليان لكن الجزء اللي فيه من الخبرات ان الجزء ده هيتشطب مع الجزء ده هيتكنسلوا مع بعض يبقى فاضل عندنا اكس اي باور اكس باور. اتمنى من الله ان يكون الشكل العام واضح والتمرين اتفهم بشكل جيد. نكمل الاكزامبل الاخر. في تمرين يقول اف دبل داش اكس equal half e power x plus e power negative x. كمان ادانا ان f of 0 equal 1 وال f dash is 0 equal 0. Then f of x equal قلنا كده شوية نقط وعايز إجابة. طبعا معانا عايز f of x وكان معطى في الجيفن f of dash x يبقى ده معناه إن أنا هعمل انتجريشن مرة والتانية والعلاقات اللي بالنهاية دي عشان أقدر أجيب بيها قيمة الكونستانت اللي موجود في كل الديجنيشن هعمله. بمعنى إن لما أجيب الديجنيشن الأولاني هيطلع f داش x equal half الانتجريشن من e باور x هو نفسه e باور x والده هو نفسه e باور نيجاتيف x ولكن الدريفت اللي ليا في الاكس ليا في 1 ده الجزء الاولاني بلس سي. هو اعطانا ان الاف داش 0 ب 0 يبقى ده هاف اي باور 0 ماينس اي باور نيجاتيف 0 كل ده بلس سي. طبعا هي لو كان 0 وهي نفسها 0 اي باور 0 ب 1 يبقى كل ده ب 0 لان ده كانسل مع ده بقى 0 يبقى معنى ذلك ان الكونستانت بيساوي 0 عشان الجزء ده نفسه 0 يبقى اصبح الاف داش اكس في صورته النهائيه عباره عن هاف
e باور x ماينس e باور نيجاتيف x. ده ال f داش x. هنجيب ال f of x انتجريشن كمان مره هيبقى هاف e باور x وده ايضا نفسه e باور نيجاتيف x والدريفتيف ده نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوستيف بلس سي. طب انت الاعضاء اللي هو الاف اوف 0 ب 1 يعني لما العوض اكس ب 0 يطلع 1 يبقى هنا 1 هنا هاف اي بلس اي باور نيجاتيف 1 كل ده بلس سي يبقى ده الاف اوف 0 هتبقى العوض بعد ال 0 عفوا دي هتبقى كده دي هتبقى كده 0 ده هنا اي هنا 0 هنا 0 يبقى دور 2 ده يبقى 1 ايكوال 1 بلس سي زد سي ايكوال 0 اصبح ال اف اوف اكس ايكوال هاف e باور x بلس e باور نيجاتيف x يعني كأن ده بالظبط ال f of x هنختار الإجابة اللي هي ال f of double dash x يبقى المسألة رجعت زي ما كانت الأول خالص لهذا الشكل. تمرين بيراجع فيه الانتجريشن بتاع e of x وازاي نجيب قيمة الثابت الكونستانت اللي في المسألة لما يكون مدينا بيانات فيها يقدر يجيب بيها المطلوب. أنا مش عايز أكتب الاختيارات على أساس إن كل واحد يحل ويشوف النتيجة النهائية ممكن تطلع إيه بالنسبة له. ده تمرين بسيط جدا لكن بنراجع فيه الجزء البسيط. هي كمان في تمرين برضه بيتكلم عن مفهوم الرياضي لو اخدناه صفحه جديده كده بيقول لو احنا عندنا الواي ايكوال الاف اوف اكس دي اود فانكشن دي اود دي داله الفانكشن اود فالراجل بيقول وكان عنده الاف داش للكي ايكوال ام زد اف داش نيجاتيف الكي يساوي وعمل لازم اكون فاهم ان لما يكون عندي فانكشن اوت الدريفت بتاعها بيطلع ايفن بيطلع فانكشن ايفن او ايفن فانكشن بمعنى ان الاف داش للكي هتساوي اف داش لنيجاتيف الكي هتساوي ام يبقى المفهوم الرياضي بيقول ان لو الفانكشن اوت الدريفت بتاعها بيطلع ايفن يبقى اذا هستفاد منها على طول ان الاف داش الكي هي الاف داش نيجاتيف الكي هي ايكوال ليميت اكس تندو زيرو 1 بلس ساين اكس power 1 over x equals قوم الدنمارك عشان اجيب ليميت ده لابد ان يظهر الساين هنا عشان اقدر احل وبالتالي ليميت بهذا الشكل ممكن اعمل دي 1 بلس ساين اكس و
وهنا هعمل ساين اكس 1 اوفر ساين اكس مضروبه في ساين اكس اوفر اكس. يبقى انا عملت مالتبلاي وديفايدد للباور في ساين اكس اوفر ساين اكس. اصبح الجزء ده كله الليمت بتاعه بإي إي باور ساين إكس أوفر إكس لما الليمت تبقى زيرو. ساين إكس أوفر إكس دي لما الليمت إكس تبقى زيرو 1 يبقى الإجابة إي باور 1 اللي هي نكتب هذا الرقم وان شاء الله نلتقي في الحصه القادمه. شوفوا حضراتكم كده ايه المسائل اللي عايزين تناقشوا فيها وعايزين تسجلوها سجلوها وان شاء الله او التعليقات اللي انتم عايزين تقولوها قولوها باذن الله نلتقي في حلقه قريبه جدا مع باقي المراجعات اللي انتم هتحبوا تراجعوها كمدرسه السلام الخاصه للصف الثالث الثانوي. وبنشكر إدارة المدرسة على المجهود اللي بذلاه في توصيل المعلومات للطلاب وتوفير كافة الإمكانيات لجميع الطلاب في المدرسة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.